على مستوى العمل، ظهورك بالإعلام مقل جدا، دي أسباب هواية. بالسوشيال ميديا موجود، بس بالسوشيال ميديا بالقناة موجود، الفضائية مقل. أتحدث عن الإعلام المرئي، عن الفضائيات. والدليل أنه أنت بالفترة الأخيرة رفضت لقاء لبرنامج مهم صح ولإعلامية مشهورة، صح شنو سبب رفضك وسببت لها زعل أيضا؟ زعلت من عندك؟ والله اعتذر منها طبعا. هي اعتقد هي حتى نشرت انه تحدثت في احد حساباتها انه قالت انا عاتبتك؟ اي يعني عتب، بس ما جابت اسمي خلف الله عليها انا هواي مقل بالقناه الفضائيه، ما محتاج اظهر بقناه فضائيه ولا عندي حاجه لانه نعرف. ممكن انه شخص مثلا يريد نعرف، يريد يسجل حضوره انه بال السوشيال ميديا والميديا بشكل عام، التلفزيون بالضبط، ممكن يكون محتاج انه يظهر، انا ما محتاج اظهر. وحتى نفكر انه الفتره قيله يعني الفتره القادمه اقلل من ظهوري حتى بالسوشيال ميديا. بالسوشيال ميديا؟ نعم، لان سبب لي هواي جهد نفسي، وليل ونهار سهرانين ونشتغل ونتحرك، واكون شغل مو شغلنا وجاي نشتغله. رفضك للظهور بالقنوات الفضائيه هل هو من باب انه انت ما تريد تحرق وجهك هواي؟ هذا باب. اما الباب الاخر انه انت تخاف ممكن من بعض الاسئله اللي قد تسبب لك مشاكل بعملك. لا هو يعني ايش راح تسال لي سؤال؟ السؤال اللي اقدر اجاوبه راح اجاوبك عليه، السؤال اللي ما اجاوبه راح اقول لك ويم اجابته.